شايل كتب العالم فوق جبين بنادم ما يمحي وعدو ملا ما يمحي وعدو ملا قول لذاك اللايم سلم تضحى سالم من طعن سيوف النيا من طعن سيوف النيا ما بضوك عوارم ما لسعوك صوارم ما ضغطي كاس المدام السلام عليكم الغزالات، كي دايرين لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. هذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه، معكم بيجا من قناه النصيري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى من الله تعالى يكون المحتوى ديالها كاينه الاعجاب ديالكم. مبروك العواشر بالصحه والسلامه، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن في اتم الصحه والعافيه يا رب العالمين. لي ياسفول قول مرحبا هاك البساط للمحسن واللوز في وسطاي البان. اول حاجه غنديرها غادي نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. هنا كما كتشوفوا عندي نص كيلو ديال اللوز 500 غرام، هكا غطيت عليه بالماء غليان وخليته واحد 6 دقائق وفسخته كما تتشوفوا معايا ونشف. هنا عندي كاس ديال العنبه ديال زنجلان حمرته واحد شويه، ماشي بزاف، ما كندوزوش ليه الطياب حيت باقي غادي يطيب في الفران. وهنا ان شاء الله دست باش ندير معكم اللوز، ديما اللوز كنديرو على زيت بارده وكنبقاو هكا مع المراقبه كنحركو عليه حتى كيطحمر شي شويه، حتى هو ما خصوش دوز ليه الطياب باش ما كيديرش لنا ديك المروره وكتمشي ليه المذاق ديال اللوز ديالو. هذا ما كان هنا كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو كنديروا بقلاوه باللوز، كتجي شي حاجه زوينه بزاف وطريقه طي رائعه. هنا كما كتشوفوا ها هو اللوز ديالي تحمر وقياس ديال التحمر، يعني حطيته في هذاك لو بابي بسوغفون وكنغطي عليه بهذا هكا يعني ينص ليه شويه ديال الزيت، وغادي نطحن اللوز ديالنا. هنا كما كتشوفوا ما غاديش نطحنوا بزاف، غادي نطحنوا ولكن ماشي غادي نيلو حتى يولي بودغ، لا كيولي هكا غير مهرمش رقيق، كيجي زوين بهذه الطريقه وممكن انك حتى تهرمشيه غليظ. هذا ما كان غادي ان شاء الله نحطو هنايا في هذا الماعون، وغادي ندير هذا الكاس ديال الزنجلان. كنت خايفه لما طحنوش ليا الطحنه ولكن بصح واخا قليل طحناته، حتى هويا ما كنطحنوش مزيان حتى كيطلق الزيت ديالو، كيطحن غير شويه حتى كيعطي واحد الريحه زوينه وكنوقف عليه هكذا كما كتشوفوا معايا. انا ان شاء الله غادي نحط اللوز على الزنجلان وغادي تشوفوا معايا المقادير اللي غندير. بقلاوه سهله مهله حتى لاخر لحظه او ليله ديال رمضان ممكن انك ديريها للوليدات. عندي هنا جوج معالق صغار ديال السكر سنيده ولا سكر الخشن، معلقه كبيره ديال الزبده، ما كنقويش السكر حيتاش باقي غادي نعسلو البقلاوه ديالنا. هنا عندي تقريبا واحد 6 ديال الحبات ديال المسكه حره، كندقها مع واحد شويه ديال السكر حتى كتنيل مزيان وكنضيفها على المقادير. كريم لا دير معايا صرف البخال ارفع بيه يجزيك. هنا عندي واحد راس معلقه ديال القرفه، كما كتعرفوا القرفه دائما ما تنكثروهاش في اللوز حيتاش غتغطي لي على المذاق ديالو. هنا نص كاس ديال مزهر العبارات بكاس العنبه، ما كنقويش مزهر بزاف حيتاش الخليط بغيتو هكا يكون مرمل. كندخل ديك الزبده في الكاو ماشي كاوكاو في اللوز وزنجلان حتى وكنبدا كنضيف شوي بشوي مزهر حتى كنحصل على هذا الخليط هكا مرمل. هنا عندي لاباتا فيلو او ورقه الفيلو، الورقه اللي كنعرفوها مدلله كما تنقول لكم دائما وكتبغي الخاطر وبشويه. كما كتشوفوا هنا جبدتها وراه تقطعات ليها واحد البليصه ولكن معليش، غناخد هنايا جوج ورقات، ما ديروش ورقه حيتاش غتجيكم خفيفه خفيفه بزاف البقلاوه ديالكم. الا كان عندنا واحد الفائض ديال النشا حنا كنفضوه من فوقها. وهنا عندي ثلاثه د المعالق ديال الزبده، ضروري تكون حيوانيه حيتاش بصح هاد لاباط كتبغي زبده حيوانيه كتجي لذيذه فيها، ومعها واحد نص كاس ديال العنبه ديال زيت المائده. كنحط هنايا الحشوه ديالي بطريقه عشوائيه وكنجيو حتى لهنايا وكنشوفوا هاد الطريقه ديال الطي، كتجي بها طبقه على طبقه كتجي زوينه بزاف. ممكن اننا نديروها حتى بالورقه البسطيلا، غير هو ورقه البسطيلا كتبغي ملي تدخليها للفران لابد انك تضغطيها بصفيحه اخرى وكطيب بها حيتاش كتقروش الورقه البسطيلا. باغ كونطخ هنايا كنوريكم بلي ضروري غادي نخلي واحد نص سنتيم بين البودان والاخر باش ما كتقطعش ليا هنايا لاباط من اللور، وكيجي المنظر ديالها زوين بزاف وكتجي نقيه هكا وزوينه في المنظر. هذا ما كان كنضغط عليها واحد شويه ما كتحتاج، وانا عندي المول صغير غادي ان شاء الله نقطعها من الوسط. نتوما الا عندك المول ديالكم كبير غادي ان شاء الله ديروها كاملها وتحطوها على العرض ديال المول.
هذا ما كان. كما قلت لكم ممكن انكم ديروها بورقه البستيله بنفس الطريقه، ولكن في الطياب ديالها راه ما كطيبش هكاك، حيت كتهز لكم الورقه على اختها، لا بد كتقلوها بواحد الصفيحه. غادي ان شاء الله هنا نعاود معكم. كان نتني هكا تنيات من اليمين ومن اليسار، وكنخلي واحد نص سنتيم باش تنقدر انني نهز الطبقه ونحطها على الاخرى، كنسويها بيديا وكنحطها سهله مهله. كما قلت لكم حتى الليله درمدان، وممكن انك ديري معسله بالبات ديال بلا باتا فيلو او لا ورقه الفيلو، كتجي شي حاجه زوينه بزاف ان شاء الله. هنايا كما غادي تشوفوا معايا غادي نقطعها بطريقه مائله، يعني اللي مولفين تنديروا بها البقلاوه من زمان. وممكن انك تقطعي داك البودان غير على جوج ولا على ثلاثه، يعني القياس يبقى حسب السيده. دائما حنا البقلاوه كنقطعوها منها انها ملي كطيب كتكون هشيشه، ما باقيش كتمرطنا في التقطاع، ومنها انها كتخليها الزبده وكيدخل ليها العسل، وكتجي معسله وزوينه بزاف. هنا هاد شويه ديال الزبده اللي جات ليا زدت عليه واحد المعلقه كما قلت لكم من اصل حيواني، باش كتجي البقلاوه ديالنا لذيذه. وكان ندهنها مزيان مزيان، كنقاد هكا الجنيبات، الفران ديالي كيكون تيسخن على درجه حراره 200، كنقص عليه من حتى 180، وكنشعل غير من التحت، كنشوفها بدات كتذهب، وكنشعل عليها من الفوق حتى كتحمر. ما كتاخذش وقت كثير، مع المراقبه كتكون هذه هي البقلاوه ديالنا. ما نعاودش لكم كي جات لذيذه وجات زوينه، جات مرقه. وكناخذ العسل ديالي، غادي نطلع لكم هنايا الفوق الاي، حيت جا واحد العسل رائع اللي ذاقو كيعجبو. غادي نغرقها هكا بالعسل، والعسل كيبقى حسب الذوق حتى كتشرب مزيان. ومن بين لي زاستيوس اللي كندير انني كندخلها الفران طفيت عليه، وكندخلها حتى كتبرد وكيبرد عليها الفران، عاد كنخرجها ان شاء الله وكتكون تشربات مزيان، وكتجي معلكه وزوينه الحشوه لداخل. هانتوما كتشوفوا خرجتها من الفران بيديا، يعني ما احتاجيت لا سيرفيات لا والو، حيتاش بصح بردات وبرد عليها الفران. هنا كان عندي واحد شويه ديال اللوز هكا مهرمش درتهم على الوجه، وغادي ان شاء الله نوريكم البقلاوه اللي سريعه جدا في نص ساعه ديال المكنه اولا 30 دقيقه كتكوني وجدتي البقلاوه اولا المعسله الرمضانيه اللي كتجي شي حاجه زوينه باللاباط جاهزه ورقه الفيلو. فعلا هاد ورقه الفيلو الفرق بينها وبين البسطيله انها كتكون هشيشه، غير هي كتبغي شويه الزبده وكتبغي العسل. نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، ونكون عند حسن الظن. خليت لكم الراحه، كانت معكم بيجا من قناه الناصري برودكشن. السلام عليكم. الفطار والمرق باليبزار، جيب خبز سميد صافي عجب بندران، هات لي كباب المخضر ضد في اللي غدار، فيه بيض بصعفار، هات جيب المشوي بقامته مع طبران، ومن الكفتة وجد ليا ميات قطيب على النار، كداك الدير كوار بالفلافل ويكونوا في طواجن كسران، هات القلية في صحونة مزوقة من بلار كاتلد الفكار.